Lorena, yo coé. زي ما انتم شايفين العجله مش محتاجه اي حاجه. لايك. صباح عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. انا نازل اغسل العجله. العجله بره وهي شكلها طبعا مدرب وانا ما غسلتهاش ولا جيت جنبها، فقلت اتسلى فيها. جبت شويه ميه سخنين بالصابون ماشي، وجبت الفوطه دي. اي حد عاوز يغسل عربيه، عاوز يغسل عجله، عاوز يغسل موتوسيكل، عاوز يغسل اي حاجه في اي حاجه، انا تحت امركم وجاهز. يلا بينا. يلا بينا. الدراجه هي المشكله بقى، ان الدراجه ما فيهاش حامل يتسند عليه. مش عارف الدراجه اللي هناك دي برضو صديقي اشتراها بخمسة يورو. شايفين دي؟ بس دي فيها حامل اهي، فيها اهي واحد. انا بقى ما عنديش. يعني شوفوا الدراجه دي يا جماعه بخمسة يورو، واخدين بالكم دي؟ ودرجتي انا بخمسة يورو. في حد سالني قال لي خالد في درجات ممكن نستوردها ومش عارف ايه. بصراحه انا ما اعرفش، انا رحت مره واحده بس وما اعرفش هل ممكن في 10 15 دراجه والناس على طول بتشتريها سواء عرب او غير عرب. بيروحوا يشتروا منها. في درجات بتبقى ناقصه كرسي، ناقصه حاجه، انت بقى بتكملها. الفرامل مش شغاله، مش عارف فيها ايه، الجنزير فيه ايه، حاجات كده. ما فيهاش حماله، ما فيهاش رفرف، وانت بتكمل انت ونصيبك. انت بتروح في الاول، كل ما رحت بدري كل ما نقيت حاجه افضل، لان انت بتبقى اول واحد وبتنقي بقى من ايه، بيبقى عندك كذا اختيار او كذا اوبشن ان انت تختار منهم. وبعدين صحيح يا جماعه، المكان نفسه اللي انا اشتريت منه الدراجه عندهم غسالات اوتوماتيك، وعندهم حاجات كتيره جدا، وخلاطات وتلفزيونات، عندهم حاجات قديمه اللي هو بيستغنى عنها الناس، هم بيبيعوها بيشتروها منهم الله اعلم، او هم بيديها لهم كده وبعد كده بيعيدوا بيعها. اكيد طبعا الحاجات اللي هي بتفضل بيرموها في الزباله. بالنسبه للحامل ده مش حامل كاميرا يا جماعه، ده زي الفلاش. يعني معرفش صاحب الدراجه كان بيحتاج اضاءه زياده، لان في اضاءه هي وفي اضاءه هي، كلهم موصلين كهرباء. يعني ده معرفش موصل كهرباء ولا مش موصل. ده شكله كده مش موصل كهرباء، مجرد عاكس ده. فهو كان بيعتمد على الفانوس ده تقريبا مش شغال، او اضاءته ضعيفه، فهو كان جايب الراجل اضاءه زياده. ده بتاع السرعات، واخد بالك؟ واهي الدراجه عاوزه تتغسل بقى. انا لسه ما طلعتش بيها لان امبارح طول النهار كانت الامطار. مش عاوز اقول لكم الجو ما زال ساقع، وادي الجردل بتاعي هو وقدام البيت، واقعد بقى اتسلى فيها، اغسلها كده قبل رمضان يعني، وربنا ييسر الحال، لان ما احبش الحاجه تبقى شكلها وحش كده. يلا نبدا ان شاء الله باذن الله قصتنا. يعني هقعد اتسلى كده بالميه والصابون. على فكره هي بس مطربه ما فيهاش حاجه، فيها بعض الصدى البسيط جدا. يعني ان شاء الله نزيته ونظبط الدنيا. الدينامو بتاعها اهو معرفش بيشتغل ازاي. يعني هو المفروض ان هو كده، معرفش دي هل دي، مش عارف لسه هشوف. كل ده انا راكنها ما جيتش ناحيتها ولا كلمت حد من الاخوه العرب هنا عنها. يعني واخدين بالكم؟ ما شاء الله العجله ستانلس نظيف جدا. بص مجرد ما عملت عليها الصابون بيضت، واخد بالك؟ شايف فيها عواكس وحاجات. الصاموله دي مصديه بس عادي، نظافه حلوه. حالتها مفيهاش صدى كتير. هتسلى فيها بقى كده، ولما اخلص ابقى اوريها لحضراتكم. ماشي، هنغير الكرسي ده برضو. ايه رايكم بقى كده؟ شوف نطفت صح، بس كل حاجه نيكل بقت فيها. عاوز اصور سواقتها وانا ماشي بيها وتشوفوا كويس. مفيش امطار وما خدتش دقايق، الغسله دي تقعد عليها سنه. تاخد بالك؟ هو الكرسي بس اللي عاوز يتغير، لانه اللزق بتاعه اتشال. الراجل اداني كرسي جديد، يعني مش جديد بكرتونته، لا مستعمل بس حالته نظيفه جدا. هبقى اغيره بس معيش عده، محتاج مفتاح 13 او 4 13. سهله. بصوا بعد ما نتفت ايه رايكم؟ سويتها رايقه جدا وفيها كلاكسه اهو.
يا مزاجك. خلينا ناخد لفة جميلة جدا، بس طبعا بعد مدرسة لي. ايه رأيكم؟ هنا في المفروض فانوس موجود عندي فوق، ان شاء الله هركبه برضو ان شاء الله. يعني ايه رأيكم؟ بجد كويس، تستاهل ان شاء الله باذن الله. لو مشيت من المكان ده هاخدها معايا، مش هسيبها هنا. يعني ماركتها نظيفه طبعا، والعجله بصراحه مصروف عليها جدا، بس فيها حاجه عاوز اعملها. الرفرف دون جاي كده شويه، شايفين الكاوتش هنا، فالرفرف ده عاوز يجي سنه كده. هشوف برضو بيتفك منين او بيتظبط منين، وهعمله ان شاء الله. يعني هتقضي المشاوير، بس الجو ساقع دلوقتي خالص، والواحد بصراحه مش قادر يخرج بره. شويه كده لما ايه الشمس تطلع فين. ده الساعه دخلت في الساعه 2 دلوقتي الظهر، والشمس ما طلعتش النهارده لانها كانت طول النهار امبارح بتمطر. لما جيت اشتريت العجله دي، صاحبي اختار العجله دي ب 5 يورو برده، خدها برده، عجلها كان مفسي ونفخها وما احتاجتش اي حاجه، ولا اصلاح ولا اي حاجه. يعني عجله برده جميله وما عملش فيها اي حاجه برده، هو بالكرسي بتاعها ده هو رزقه، بس اشترى لها قفل، انا لسه ما اشتريتش قفل. وفعلا الرفرف ده جاي سنه كده، ان شاء الله باذن الله هنعدله بامر الله. سهله سهله سهله. فيها كشاف هنا، والكشاف دون فيها كلاكس، فيها سرعات زي ما انت عاوز شغاله، وكل حاجه فيها شغاله. انا دوب بس نفخت العجل والراجل اداني كرسي، يعني العجله مش محتاجه حاجه. لسه مخلص العجله دلوقتي، غسلها صراحه. العجله بقت جميله قوي، مش محتاجه اي حاجه، غير لقيت حاجه عاوزه تتربط ان شاء الله نعملها، وكده تبقى تمام بالتمام. يعني ده فيديو غسيل العجله وتصليح العجله وتظبيط العجله، انا حبيت اشارككم كل شيء انا بعمله في يومي. الجو برد جدا في الشارع صراحه، ما قدرتش اقعد اكتر من كده. يعني جو ساقع في هذه الاوقات وامطار دائمه، يعني لحد الحمد لله. بصوا يا جماعه، الدور فيه 7 شقق، انا كنت بحسبه فيه 6 شقق، طلع هو فيه 7 شقق. انا ساكن في الشقه دي، ده مفتوح ده هنا رقم 12 الدور الثالث. يعني المكان ظريف ومرتب جدا، في مطبخ هنا شايفين، في واحده جوه بتعمل حاجات، مطبخ للناس كلها. كنت واقف رجالي اهو، تعالى اوريك التواليت كمان بالمره عشان يبقى ايه خلصنا كل شيء. دي شقتي اهي، وقدامها على طول التواليت للرجاله بس، شايفين في 2 حوض، في 2 دش. هنا التواليتات بقى للرجاله بس، لكن الناحيه الثانيه لما اقصد معلش بعمل شيء، الستات الناحيه الثانيه ليهم تواليت نفس القصه كده برضه لحد، فهمت؟ يعني ده اللي انا حبيت اوريه لكم في يومي، زي ما انتم فاهمين ان انا دايما بحاول ان انا ادخلكم في عميق حياتي. يعني في بعض الناس بتسالني عن بعض الاشياء، يعني مش عارف، اصلا انا مش عارف حاجه في المانيا، ولكن مع الاستمراريه وعادي في البلد، لو كان في استمرار ان شاء الله اعرف حاجات كتيره، وانتم عارفين ان انا بحب اكلمكم كتير. بغلي شاي، لان الشاي اللي انا جبته طلع اي كلام، لازم تغليه، فباخد معايا المصفه عشان اصفي في المطبخ وتنتهي مهمتنا. عملت كوبايه الشاي في السريع وانا بكلم حضراتكم، وانا عندي اللي هو شاينك، او اللي هو الكاتل ده، او اللي هو البتاع اللي بيسخن الشاي بالكهرباء ده، عندي في الشقه، ولكن الشاي اللي انا جبته لازم اغليه زي ما انتم شايفين.
والمكان نظيف جدا يعني ومرتب، بس لحد دلوقتي برضو زي ما قلت لكم ما خدناش مرتبات ولا اي حاجه، يا دوب اكل وسكن كويس لحد ما الازمه بتاعه اوكرانيا تخلص على خير ان شاء الله يا رب، ونرجع اوكرانيا هي اولى بينا، لان هو ده مكاننا، بنينا فيه حياتنا وشغلنا وبيوتنا وكل راس مالنا. حاول ان شاء الله البيت اشوف اضراره ايه واحاول اصلحه، الشقه نفس القصه لو لقيتهم، الله المستعان. اتمنى لكم يوم سعيد، خلوا بالكم من نفسكم يا عرب، معلش بقى الشكل عام ازاي، هم دول الناس اللي بتغسل العجل في المانيا. صباحكم جميل، السلام عليكم.